الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. ارتفعت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، وارتفعت أسعار خامي البصرة الثقيل بما يعادل 0.61% لتصل إلى 88 دولارا و79 سنتا للبرميل، كما ارتفعت أسعار خام البصر المتوسط بما يعادل 0.59% ليصل إلى 91 دولارا و74 دولارا للبرميل، وارتفعت أسعار النفط مع شحة المعروض مع إعلان استمرار السعودية خفض إنتاجها بمقدار مليون برميل فضلا عن الخفض المقرر من قبل منظمة أوبك لأعضائها. ارتفعت الحوالات الخارجية في مبيعات البنك المركزي في مزاد العملة لتصل إلى أكثر من 150 مليون دولار. وذكر مصدر مالي أن البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الأمريكي 193 مليونا و555 ألفا و683 دولارا، غطاها البنك بسعر صرف أساس بلغ 1305 دنانير لكل دولار لاعتمادات المستندية والتسويات الدولية البطاقات الإلكترونية، وبسعر 1310 دنانير لكل دولار للحوالات الخارجية، وبذات السعر لكل دولار بشكل نقدي. ارتفعت أسعار الدولار في الأسواق المحلية في بغداد بينما انخفضت في أسواق أربيل. وقال مصدر مالي إن أسعار الدولار ارتفعت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 155 ألفا و300 دينار مقابل كل 100 دولار، فيما كانت الأسعار صباح يوم أمس الثلاثاء 155 ألفا مقابل كل 100 دولار. أما في أربيل فإن أسعار الدولار انخفضت حيث سجل سعر البيع 156,250 دينارا لكل 100 دولار، وسعر الشراء سجل 156,150 دينارا لكل 100 دولار. أقر المجلس الوزراء اللبناني مشروع الموازنة العامة لعام 2024 بعد الانتهاء من مناقشة كامل بنوده على مجلس النواب أن يحيلها إلى نهاية الأسبوع الحالي. وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن هذه أول موازنة تقرها الحكومة بمواعيدها الدستورية منذ عام 2002، وستحال في نهاية الأسبوع إلى المجلس النيابي لمناقشتها والمصادقة عليها. وأضاف أن مشروع موازنة العام المقبل شهدت عجزاً أقل من السنوات السابقة دون تقديم أي أرقام تظهر معالم مشروع قانون الموازنة المالية في عام 2024. توقع المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن يبلغ الطلب العالمي على النفط والغاز والفحم ذروته خلال العقد الحالي. وقال بيرول إن التقرير السنوي لتوقعات الطاقة العالمية الذي تصدره وكالة الطاقة الدولية الشهر المقبل سيظهر أن العالم على أعتاب نقطة تحول تاريخية، مضيفا أن هذا التحول ستكون له آثار على المعركة ضد تغير المناخ لأنه سيقدم موعد ذروة انبعاثات الغازات الدفينة. وأوضح بيرول أنه بناء على سياسات الدول المتقدمة فإن الطلب على الأنواع الثلاثة من الوقود الأحفوري سيصل إلى ذروته في السنوات المقبلة. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وإلى أسعار المعادن.
نهاية الموجز إلى اللقاء.